السلام عليكم خوتي خواتاتي، بهذه المناسبة ديال آخر أيام يعني ومن بعد غادي يكون رمضان، طلبات ليا بنت بنتي ومرت ولدي طلبوا ليا رفيسة. يعني أول مرة كنسمع رانيا كتبغي رفيسة، فوالا ها هي هي المسمن طيبتو ها هو كيبرد غادي نقطعو. رانيا اش كتقولي ليها؟ اسمها هذه اللي كان طيب دابا. كنت ملا دوموندي سابيل كومون فيسا ولا كي لا بروميير فوا تي ما با دي فيسا؟ اه قلت لك اللي هي كيسمن ديك السمن. اوكي فوالا البنات، هنا عملت لهم المرق، كان يعني كنحيد المرق شويه، والدجاج راه طيبته فيها وحيدته. هانتوما الدجاج راني عملت غير نص دجاجه البنات، عملته هنايا باش ملي نبغي نحطو نسخنو واحد شويه وفي نفس الوقت كيتحمر. هانتوما البنات، انا قطعت المسمن فوالا قطعتو، ولي طول يعمركم عطلبوها ليا جوج ديال البنيتات عزازات عندي، وهي بنت بنتي واصاله، ومع رانيا كانت عندهم شدات ليهم حبيبه، كانت خرجت قضات شي شغالات، وقالت لي اصاله ديك المرة ملي شفناك عملتي رفيسة لهاديك الشابة اللي ولدات بقى فينا الحال، ما خليتيش لينا حقنا. هاهي عملتها البنات، راها ما كاملاش والله العظيم ساعة المكانة كلشي موجود، إذا تابعوني بقاو معايا. البنات أنا كنعمل هاكا ملي كيكون يعني جاي عندي شي حد، كنعمل المرق لتحت عاد باش كنحط المسمن فوق منو. فوالا ولا البنات، انا الدجاج حطيته نعمل فوق منه هكا، وكاينين شي طرفه ديال الثومه ها همايا خصني نحيدهم قبل ما يشوفوهم. غادي نخليها تشرب واحد شويه، نخليها تشرب واحد شويه. في الحقيقه الكاميرا ما كتعطيهمش حقهم والله القسم. غادي نخليها تشرب واحد شويه. عمرت لهم براد ديالاتي كبير، يعني قلت لهم مع اخر ايام قبل رمضان عملت لهم براد ديالاتي كبير، خصني نمسح تمايا. وشنو كاين خور؟ والله ما لقيت عقل شنو كاين خور. المهم غادي نعطيهم هاد القصريات رفيسة غياكلوها غيدوخو. اي حاجة شهوتكم فيها نوضو عملوها، ولو غيب فخيض واحد ديال الدجاج. البنات انا حقي حيدتو، انا حقي حيدتو، يعني قبل راكم شتوني الدجاج ما عملتو حتى طيبت المرق، والمرق كيف كنقولوا خديت حقي منه. عاد باش قبضت الدجاج حمرته شويه في المقله الهوائيه، وعاد باش خشيته في المرق، وخديت ليا ثلاثه المسمنات اللي راه رانيا كتقطعهم ليا. فوالا البنات، الي احبكم في الله، والسلام عليكم.